في الإرشاد هذا سنستخدم مثال ديفيو للتسجيل في منتجات نظام ألتيما إيكولوجي. انتقل إلى موقع ديفيو في النافذة اليمنى العلوية، سترى زر ساين أب، انقر عليه. ستفتح نافذة التسجيل في سمارت باس ويحدث التسجيل في هذا النظام تحديدا. أكمل جميع الحقول المطلوبة: الإيميل، كلمة المرور وتأكيدها، والاسم الأول واسم العائلة والبلد الذي تقيم فيه. بعد استكمال الحقول يجب أن توافق على شروط الاستخدام، اقرأها بعناية، وضع 3 مربعات اختيار بجوار الحقول المناسبة على الجانب الأيمن من الشاشة. بعد الاستكمال انقر فوق زر ساين أب. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح ودقيق سترى رسالة على الشاشة توضح التسجيل الناجح والحاجة إلى تأكيد إيميلك. لتأكيد الإيميل انتقل إلى صندوق البريد الخاص بك وابحث عن إيميل من سمارت باس. إذا لم تر الرسالة في صندوق الوارد الخاص بك فتحقق من مجلد سبام وجد الرسالة، ثم انقر على زر تأكيد Confirm Email في الرسالة. ممتاز ممتاز ممتاز، انتهى الأمر، لقد سجلت بنجاح في سمارت باس. للانتقال إلى موقع ديفيو انقر فوق زر Go to ديفيو. إذا ظهر لديك أي أسئلة أو استفسار حول عملية التسجيل يمكنك دائما التواصل مع فريق الدعم لدينا. شكرا لك، مع السلامة.